الرحمن الرحيم. معكم الدكتور نايف بن عبد الله العنزي، استشاري جراحة السمنة والمناظير، رئيس قسم الجراحة بمستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز بالرياض. أحب أنتهز هذه الفرصة وأبارك لكم في عيد الفطر المبارك، كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، إنه سميع مجيب. هناك أعزائي المشاهدين بعض النصائح المهمة في خلال فترة العيد المبارك أحب أن أقدمها لكم. بعض النصائح، من بعض النصائح أولا البعد، كل البعد عن الأكلات المقلية بالزيت كالسكريات والحلويات والبطاطس أشياء كثيرة، هذه تؤدي إلى زيادة في السعرات الحرارية للأسف، وبالتالي تؤدي إلى زيادة في الوزن. من الأشياء أيضا اللي أحب أنصحكم فيها الالتزام بشرب كميات كبيرة من الماء. شرب الماء أمر صحي ويساعد على امتلاء المعدة بالسائل، وبالتالي تقليل كمية الأكل فيما بعد وطرد السموم أيضا من الجسم. من النصائح المهمة اللي أحب أركز عليها أيضا الالتزام بالرياضة. الرياضة المقصود فيها المشي، نحتاج أن الإنسان يبدأ يمشي 15 دقيقة على الأقل يوميا، ويبدأ يزيد المشي تدريجيا خلال فترة اليوم، ممكن يبدأ ب 15 دقيقة ومن ثم 30 دقيقة ومن ثم يصل إلى ساعة تقريبا في نهاية اليوم أو نهاية الأسبوع. هذه بتساعد كثير على حرق السعرات الحرارية ومنع زيادة الوزن بشكل تلقائي، وبالتالي كذلك شد الجسم. ومن النصائح المهمة أيضا للناس كثير تستخدمها هو البعد عن الحميات الغذائية الغير مبنية على أساس علمي. مشكلة هذا النوع من الحميات تؤدي إلى الحرمان، وبالتالي تساعد على الإنسان أنه يصل إلى مرحلة الأكل بشكل نهم فيما بعد انتهاء مرحلة الحمية. المهم في الحمية هو نقطة مهمة جدا لابد الجميع يعرفها، هو في مرحلة ما بعد الحمية هو عدم استرجاع الوزن اللي تم فقده أثناء الحمية والاستمرار على نفس النزول. للأسف جميع الحميات أو أغلب الحميات في الوقت الحالي تقوم على أساس غير علمي، وبالتالي تساعد الإنسان أنه ينزل في الوزن في وقت الحمية، وبعد فترة الحمية يبدأ يسترجع الوزن وبشكل مضاعف، فهذا خطأ نتمنى من الكثير الابتعاد عنه، وزيارة أخصائي تغذية يساعد الإنسان على الحصول على حمية صحية وأخذ الكفاية من الوجبة الغذائية اللي بيستخدمها. من النصائح المهمة أيضا التنوع في الوجبات الغذائية، بمعنى يبدأ الإنسان على الحصول على 3 وجبات رئيسية كالفطور والغداء والعشاء، ولا يمنع وجود وجبات خفيفة ما بين فترات الوجبات الرئيسية. هذه بتساعد كثير على الحد من وصول الإنسان إلى مرحلة الوجبة الرئيسية، وبالتالي بيكون اشتهاء للأكل أو رغبته في الأكل أقل بكثير. كذلك أحب أنه أركز في نوعية الأكل نفسه، أنه دائما نزيد في البروتينات في البروتينات بشكل أكبر، ومن ثم نجي لمرحلة ثانية اللي هي الكربوهيدرات. لابد أنه الغذاء الصحي يحتوي على 70% منه بروتين و 20% منه كربوهيدرات و 10% منه دهون. هذا نظام الغذاء الصحيح. نصيحة أخيرة، نحاول دائما الالتزام بعد العشاء وبعد الساعة 7 و8 المساء ما نأخذ أي وجبات كبيرة. السبب ما نأكله في الليل هو يتحول إلى دهون، فلو إحنا ابتعدنا عن الأكلات اللي تحتوي على زيوت ودهون ونعوضها بالوجبات بالخضروات والفواكه وحليب ومشتقات قليل الدسم وأيضا السوائل قليلة السكر، بنساعد أجسامنا على التخلص من الأوزان الكبيرة، وحيكون عندنا نوم صحي وجسم صحي وحياة صحية، وبالتالي نعيش بعيدين عن الأمراض بإذن الله. هذه بعض النصائح الخفيفة والسريعة حبيت أنه أنقلها لكم، وأتمنى لكم عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير وإجازة سعيدة.
مشاهدي الكرام، نحن نطوف معكم في مستشفى الوطني رعاية، نمر على المرضى، وهذه زيارات خاصة تقوم بها قناة الرسالة لهذه الفئة التي يعني افتقدت هذا اليوم. اليوم طبعا عيد الفطر لعام 1437، خلونا ندخل ونعايد المرضى. دكتور عدنان، أنتم مداومين هذه الأيام وحنا في عيد وكذا، فيعني ودي تعطينا انطباعاتكم، وأنه في فعلا في كل مكان من مكان في المملكة العربية السعودية هناك من يغطي الثغر في هذه الأيام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أشكركم وكل عام أنتم بخير، وعلى الأمة الإسلامية والأمة العربية وشعب المملكة العربية السعودية عيد الفطر مبارك. والحمد لله العمل يسير على ما يرام، ومن ناحية الكادر الطبي في مستشفى الوطني رعاية وواحد مستشفيات شركات رعاية متخصص في كثير من الحالات زي الإصابات وحوادث الطرق، العمل كامل على 24 ساعة، هناك تغطية كاملة في جميع التخصصات ومختلف التخصصات لتغطية الإصابات وتغطية الحوادث لا قدر الله وتغطية الأمراض المزمنة الموجودة عند المرضى. الواقع تصل لها سبحان الله دائما في الفترات اللي في رمضان وفي العيد، دائما في بداية إجازة العيد تقريبا وفي نهاية إجازة العيد تبدأ تكثر هذه الحالات، وأغلبها من حوادث طرق للأسف. ودنا بتوجه رسالة لجمهور قناة الرسالة وكذلك تعايد من أردت من تعايد. أولا أهني الجميع بالعيد المبارك وكل عام وأنتم بخير، أهني شعوبنا الإسلامية وأتمنى بإذن الله أن أي أزمات تمر فيها على خير، وأتمنى للشعب المملكة العربية السعودية التوفيق الدائم بقيادة خادم الحرمين الشريفين. أعايد والدي مد الله بعمره متعب بالصحة والعافية، وأعايد أخواني وأخواتي وترحم على والدتي وعلى جميع موتى المسلمين. نصيحتي للشباب، لأنه للأسف نحن نعتبر من رقم واحد في العالم من ناحية الكسور، يوجد لدينا في المملكة العربية السعودية لا يقل عن 500,000 معاق، وأغلبهم عن طريق حوادث السيارات، وهذا كارثة وطنية. الدولة تصرف تقريبا لا يقل عن 25 مليار ريال سنويا لمعالجة هذه الحالات، وهذا مكلف للدولة ومكلف للعائلة ومكلف للمريض نفسه. فأتمنى أن نلتزم بأنظمة المرور وأنظمة القيادة والسلامة حتى نصل لأهلنا سالمين، خاصة الآن بعد كم يوم سوف تنتهي إجازة العيد وكل سوف يعود لعمله، وهذا مهم جدا للعودة للأهل بدون أي حوادث لا قدر الله. فهذه الرسالة تقريبا اللي أتمنى نوصلها للجميع. أحباب أخوان اسمي أحمد سيف الدين محمد. أحمد، وش نوعية الإصابة اللي تمرت فيها؟ إصابة كسر في مفصل الفخذ الأيسر. طيب، هل عندك معايدة معينة لأهلك في مصر أو في السعودية؟ بقول لأهلي في مصر وكل المواطنين في مصر كل عام وأنتم بخير، والأهلي وجميع أفراد المسلمين في السعودية كل عام وأنتم بخير، وفي الدول العربية جميعا. رسالة أخرى تريد أن توجهها للمشاهدين مثلا؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني يزيح الغم والهم عن المسلمين وعن الدول العربية خاصة وعن سائر الدول الإسلامية عامة، ويجعل الدول الإسلامية صخاء وخاء إن شاء الله بإذن الله. ونشوفك إن شاء الله تقوم من هذا الكرسي الأبيض إن شاء الله وتعايد أهلك بإذن الله. يلا نشوفك على خير إن شاء الله. إذن مشاهدي الكرام، نحن في المستشفى الآن نقوم بمجموعة من المعايدات مع المرضى، نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الشفاء. نتعرف على اسمك الكريم. السيد محمد. السيد، يعني أنت وش نوعية الإصابة اللي جتك؟ إصابة أنا وقعت من على الشغل، فجيت قبشوها وبعد كده خدت أجازات شوية وجيت تعبي التاني، عملت انتكاسة وفتحت الملف والدكتور عدنان شافها قال لازم عملية.
انا العمليه ما شاء الله يعني ركب مسمارين وعظم صناعي، فكيت الجبس حصل له التهابات. جيت للدكتور عدنان تاني حجزني بقى لي شهرين ونص، ما شاء الله الالتهابات بتروح وشايل المسامير ما شاء الله يعني 100 الحمد لله. وانت ما جيت الا في ايام العيد، ونقول لك وتقول لك لقناه الرساله كل عام وانت بخير. معايدتك لمن وجه رسالتك؟ معايده الجماعه اللي في المستشفى كلهم ما شاء الله عليهم 100 الحمد لله، من سيستر لدكتور لكل الحمد لله. هاي الدكتور عدنان. دكتور عدنان ملك شاهل في مصر ولا حاجه كده؟ واهلي طبعا، واهلي بس انا بتكلم على هنا يعني. بتكلم على هنا يعني الدكتور عدنان والموظفين اللي هنا كلهم. ايوه لغايه من الطبيب مناوب لغايه السيستر لغايه الامن لغايه الدكتور ما شاء الله عنايه ما شاء الله حلوه يعني. تعايد اهلك مثلا في مصر او هنا؟ طبعا عايد على اهلي واصحابي وناسي واهلي وكلهم الحمد لله رب العالمين، ربنا يكفيهم شر اي حاجه وحشه، وكل عام وهم بخير وانت بخير وانتوا طيبين ان شاء الله. الإصابة في الحقيقة حادث مروري، فاللهم لك الحمد والشكر يعني، فقد تم شفائي الحمد لله بمستشفى الوطني والرعاية الكاملة الحمد لله. وفي البداية طبعا هو بهني يعني جميع الشعب العالمي والعربي والإسلامي على غدوم العيد المبارك، كل عام وأنتم بخير وربنا يعني يدوم علينا وعليكم بالخير والصحة والبركة إن شاء الله يا رب. فأحيي كل الأهل وكل الأسرة في السودان، فلهم مني كل التحايا وكل الترحاب وكل أبلغ هنيتهم وأبلغهم بأن صحة تمام الحمد لله وما في أي مشكلة. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. عيد مبارك كل المسلمين سعودي ولا باكستاني ولا اي في جنسيه كله في عيد مبارك خير ان شاء الله. اهل هناك في عيد مبارك هناك؟ اي نعم. طيب انت هذا ايش في هنا مشكله؟ في انا كسر هذا رجل يمشي بالطريق وضرب سياره. يضرب سياره؟ ايوه اثنين شارعين خلاص هذا. طيب انت كلام عيد اهل انت باكستاني ها؟ كل عام وانتم بخير باكستان. مين كلام انت اهل هنا موجود ولا فاميلي هنا ولا ما في؟ لا ما في فاميلي، انا ما في اي فاميلي هنا. ما في هنا فاميلي. لا انت كلام الحين باكستان فاميلي كل عام وانتم بخير. كله فاميلي انا من باكستان كله عيد مبارك ان شاء الله خير ان شاء الله. مشاهدي الكرام كذلك معنا احد المرضى في نفس المستشفى، ودنا نعايده ونقول له في البدايه نتعرف على اسمك الكريم. احمد انور محمد عثمان. يا احمد وش نوعيه الاصابه؟ والله الاصابه يا طويل العمر انا كنت بزل مواسير فوق تريلي ورفعنا المواسير ونزلت بي المواسير على الارض وانا في قلب في وسط المواسير. لا باس ان شاء الله طهور. طبعا كسر في الرجل ده وكسر في الرجل دي والصدر طبعا والريش لا بأس طهور إن شاء الله، وإن شاء الله تقوم بكل صحة وعافية. تحب تعايد من؟ والله أعايد الأمة الإسلامية وربنا يعود علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركة يا رب، وربنا إن شاء الله يصلح حال الأمة ويجعلها في خير وفي ثبات ويجعلهم مجموعين كالبنيان المرصوص، لما نكون إحنا منجمعين مع بعض بنبو قواي، لكن لما نتفرقوا بنبو ضعاف. فأنا أدعي الأمة ربنا سبحانه وتعالى يصلح حالنا وحال الأمة الإسلامية ويجمع على كلمة الله سبحانه وتعالى ويجمعنا على الحق، وربنا إن شاء الله يرفع من قدر المملكة ويأخذ بيد الملك والمسؤولين، وربنا إن شاء الله يأخذ بيدكم ويديكم الصحة يا رب ويجعلكم دائما دائبين في العمل الخير. كل عام وانتم بخير وتقوم بصحة وسلامة ومع السلامة يا ربي. وانت طيب وربنا يزيدنا ويزيدكم ويزيد الأمة الإسلامية إيمان ويمن وبركات ويصلح حالنا وحال الأمة الإسلامية يا رب، وربنا يبعد عنينا وعنكم الكوارث والفتن ما ظهر منها وما بطن. شكرا لك. شكرا. انتظر هالشوق.
طبعا معنا احد المنسوبين ما شاء الله تبارك الله شغالين في ايام العيد، الله يعينهم ويصبرهم وانهم يقومون على ثغر، احد المسؤولين لدينا هنا في المستشفى الوطني رعاية، ودنا ناخذ منه المعايدة. الله يعطيكم الصحة والعافية، كل عام وانتم بخير والأمة الإسلامية بخير، أتقدم لكم جزيل الشكر والتقدير على هذه الوقفة الإنسانية الكريمة. حقيقة نحن نعمل دائما هنا مع المرضى، اليوم كان عندنا زيارات خاصة للمرضى، الله يجمع لهم بين الأجر والعافية إن شاء الله ويرفع مطيحهم. شكرا لكم قناة الرسالة على هذه اللفتة الكريمة، أشكر جميع المنسبين وشكر خاص لكم على هذه الجهود الجبارة. الله يعطيك العافية. معايدتك لمن يا أستاذ عثمان؟ حقيقة عايد على الأخوان المرضى، أقول الله يجمع لكم بين الأجر والعافية، وما صاب بني آدم أي شيء إلا كل شيء بأجر عند الله عز وجل. شكرا جزيلا طال عمرك. الله يبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير وتقبل الله أعمالكم وصالح أعمالكم. عيد طبعا أهالي، يعني الوالدين أبوي وأمي طبعا وأخوي علي، الشعب السعودي عامة والعربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم الجميع بخير، وإخواننا في المستشفى وفي المملكة، ونتشرف بخدمة جميع مرضى المستشفى الوطني ومستشفى رعاية الوطني. أنا الدكتور محفوظ عود النجار، أخصائي أطفال، أعمل بطوارئ الأطفال منذ 4 سنوات، وتشرفت بالعمل في المملكة مع فريق الشركة الوطنية الرعاية الطبية وإخواننا في المستشفى الوطني. نعمل بفضل الله سبحانه وتعالى، ربنا ألهمنا ووفقنا ورزقنا فريق طبي محترم من جميع الجنسيات ما شاء الله، استشاريين على أعلى المستوى، تخصصات طبية نادرة، تخصصات طبية دقيقة، سب سبيشياليتي في كل المجالات الحمد لله. وفقنا الله عز وجل سبحانه وتعالى تحت إدارة الدكتور عدنان الزهراني مدير المستشفى لاستقطاب كثير من الأطباء السعوديين الذين يجمعون ما شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيق ما بين العلم والأدب، حاصلين على درجات عالية في التخصصات من المملكة ومن خارج المملكة بفضل الله سبحانه وتعالى. نعمل 24 ساعة في الطوارئ الأطفال، يعمل يوم العيد بفضل الله سبحانه وتعالى، فنحن نحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الدنيا والآخرة. الإنسان في لحظات الألم بيحتاج إنسان يقابله كويس ويخفف عنه الألم. بلغ معايدتي لكل الفريق الطبي معانا ولكل مرضى المستشفى ولكل أهلنا في مصر وكل أهلنا في المملكة العربية السعودية والأعضاء المجلس، مجلس إدارة الشركة الوطنية للرعاية الطبية، وكل سنة والجميع بخير. أولا اسمي أحمد سعيد العمري، رئيس تنفيذي لشركة رعاية، الشركة الوطنية للرعاية الطبية. أود في هذه المناسبة أن أرفع أسمى هيات التهاني والتبريكات اللي مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة ولجميع مواطني ومقيمي المملكة العربية السعودية، وكذلك لتحية خاصة ومعايدة خاصة لجنودنا وأحبابنا في الحد الجنوبي وفي جميع الثغور. أيضا معايدة بما أننا في القطاع الصحي لكل العاملين الحقيقة والجنود المجهولين في القطاعات الصحية جميعها في المملكة العربية السعودية وجميع المسلمين والمسلمات في العالم. أشكر قناة الرسالة على إتاحة هذه الفرصة لي، وكل عام وأنتم بخير. أسماءات التهاني، أسماءات